بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم. مثل الذين حمل التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إنكم أولياء لله من دون الناس فاتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنون وبن بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيق ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ذكرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.